والمقومات ديال نجاح الاغنيه هي 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 اللحن يكون زوين، الاداء يكون زوين، الكلمات يكونوا زوينين. فهذو هما المقومات، وهذه هي الخلطه ديال الاغنيه الناجحه. يعني تقدر تقول هذه اغنيه ناجحه وهذه لا؟ يعني ملي كتصايب البوم كدير 12 اغنيه، كتسمي الاغنيه على واحد، كتسمي الالبوم على واحد الاغنيه، ما كتنجحش هذيك الاغنيه اللي مسمي بها الالبوم، كتخرج لك وحده اللي انت كنتي غير مكمل بها الالبوم. انا بعدا فاش كنكون كنوجد الالبوم ما كنقولش هذه الاغنيه اللي غتنجح. لي شونسون كامل كنحسبو بحال وليداتي، كنعطي كل اغنيه نفس الاهميه ونفس الوقت. وانا كنامن بواحد القضيه، ان كل لون عنده جمهور ديالو. اللون الرومانسي كيسمعوه الناس اللي مقصحين، الناس اللي عايشين يمكن شي استوار. عاوتاني الرومانسي هو اللي كيتقصح مسكين. الرومانسي هو اللي كياكل الدق. علاش؟ علاش ابا رومانسي مسكين ضعيف رومانسي راهي في الحس. باش ما ياكلش الدق كيفاش نخرج رومانسي؟ بدل ماشي رومانسي انا؟ انا قلت الرومانسي يرقد الغطايق. باش يقول واكل الدق؟ لا شوف، انا رومانسي وفي نفس الوقت وليت واقعي. ولكن هادشي كيبان من خلال الاغاني. بيان سور بزاف ديال الاغاني اللي كتكون واقعي. دابا تفهم القصه هذه بيناتنا، قصح ولا ما قصحش؟